السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي، ضمن سلسلة الشروحات من الخصائص الغير معروفة والتي لا يعرفها الكثير. سأريكم اليوم كيف ترى الصور التي قمت بالإعجاب بها على الانستغرام في قسم واحد على الانستغرام، حيث سترى كل الصور التي قمت بالإعجاب بها منذ بداية إنشاء حسابك في الانستغرام إلى هذه اللحظة. في البداية ستقوم بالدخول إلى الانستغرام وتدخل إلى حسابك عبر النقر على هذه الأيقونة للدخول إلى صفحة حسابك. هنا ستقوم بالضغط على أيقونة أو هذا الخيار بالأعلى، خيار الأوبشنز. بعد ذلك ستفتح لك هذه الصفحة. الآن ستختار بوستس يو هاف لايكد، يعني المنشورات التي قمت بالإعجاب بها. ستختار هذا الخيار، بعد ذلك سيظهر لك قائمة كبيرة جدا من الصور والبوستات التي قمت بالإعجاب بها جميعا في هذا القسم. يمكنك اختيار هذه من الأعلى حتى تراها بهذا الشكل، يعني صورة صورة صورة، أو يمكنك اختيار هذا الخيار لمشاهدة كل صورة لوحدها.